ديال احسن رامي لسلام دانك. اعتقد ربما في فتره ما بين الشوطين غيكون يعني المراحل الختاميه ديال هذا الكونكور. شنو كنت تقول لنا على يعني المعنى ديال الاول ستار جيم بشكل عام مصطفى؟ بشكل عام هو احتفال كيتنظم في كل سنه باش اول حاجه يكرم اللاعبين اللي قاموا بمجهود طوال الموسم واللي يستحقوا يحضروا لهذه المباراه الاحتفاليه، لا من اللاعبين الاجانب ولا من اللاعبين المغاربه. بالنسبه لهذه المسابقات ديال الرميه من ثلاث نقاط ولا من لو سلام دانك، الى لاحظتي بان القاعه مليئه بواحد الجمهور اللي كينتمي للشباب والصغار، وهاد الحركات ولا هاد التقنيات كتستقطب هاد الجمهور هذا وكتساعده انه تتحبب ليه هاد الرياضه. على اين المباراه كما اسلفت، فكي المنظم ديالها هو السي فيصل غنام اللي هو يعني مغربي مقيم يعني مارس كره السله في الدوري الفرنسي. فوزيت لورغانيزاتور سيت ايفينمون اوستار جيم نيميرو 1 او ماروك، سكو بوفي نو دير ا بروبو دو سيت اورغانيزاسيون سو ماتش غالا بور لو باسكيت ماروكان؟ Je pense que c'est quelque chose qu'on avait envie de faire avec, pour notre pays, pour mon pays. La preuve, les garçons de l'équipe nationale ont répondu présent, alhamdoulilah. Les étrangers également, le public adhère, c'est pas facile, c'est la première édition. Il y a un match de l'équipe nationale foot oui, qui coïncide un peu, je pense, après la fin du match, on pourra peut-être avoir plus de... Je pense que si vraiment on aide le basket marocain, oui, comme a fait la Tunisie, oui, on peut faire un podium dans quelques années, Inch'Allah. Mais pour ça, il faut vraiment encourager nos athlètes, notre équipe nationale, nos jeunes, il ne faut pas les oublier, parce qu'au Maroc, on a du talent. Oui. Et M. Tariq Abdelouad le sait aussi, oui, c'est pour ça qu'il est là. Ouais, je retiens ce nom de Tariq Abdelouad, ce joueur français qui était le premier français à jouer en NBA. C'est le parrain de cet événement numéro 1. C'est quoi ce parrain de cette première édition? M. Tariq Abdelouad, c'est le premier français à avoir joué dans l'histoire de la NBA. C'est lui qui a ouvert les portes aux Français pour la NBA, comme Tony Parker. C'est grâce à Tony, c'est grâce à Tariq, ouais, que les scouts comme Greg Popovich en NBA sont intéressés au basket français et ont suivi Tony Parker. Tariq Abdelouad, en Europe, en France, c'est une icône, c'est une légende. Ouais, les joueurs au Maroc. انا كنشوفوا الان فيني في داخل طريق عبد الواحد في الميدان رفقه اللاعب رضا الغاليمي. طريق عبد الواحد اللي كان اول فرنسي يمارس في الدوري الاحترافي الفرنسي للان بي اي وكان عميد المنتخب الفرنسي، وهو الان اطار تقني ربما نشوفه السنه المقبله يدرب احدى الفرق الوطنيه ربما. على اين كنت ليه كلكان طريق عبد الواحد qui a aidé le basket marocain. Grâce à lui, deux joueurs qui sont internationaux et qui sont deux joueurs majeurs, Reda Ranimi et Younes Idrissi, ouais, Tariq Abdelouad a financé la moitié de leurs études aux États-Unis, il faut le savoir. Ah d'accord, d'accord. Voilà. D'accord. Merci d'être venu et bonne soirée. Merci, merci. اذا شكرا لسي فيصل غنام المغربي المقيم بفرنسا وهو اللي يعني منظم هذه البطوله ومنظم هذه الدوره الاولى للاول ستار جيم. يحضر معنا يعني واعطانا فكره حول هذا التنظيم حول هذه البطوله. اذا
مصطفى شيبا اعتقد الساعه ستنطلق المنافسه. كان معنا الحديث قبل لحظات على طارق عبد الواحد اللي هو الفرنسي العميد السابق للمنتخب الفرنسي، اللاعب الاول لاعب فرنسي حمل يعني القميص في الدوري الامريكي الان بي اي، اعتقد اسم فتح الابواب للاعبين الفرنسيين للدخول بقوه، والدليل الاخر ما موجود الان في اخر مراحل يعني الدوري الامريكي توني باركر يعني كواحد من نجوم يعني. هو بصفه عامه هو ما فتحش الباب غير اللاعبين الفرنسيين، هو فتح الباب للاعبين الاوروبيين. نعم اصلا وحتى الافارقه والاسيويين ولاو كيتحققوا مؤخرا بهذا الدوري، وكنظن بانه لاعب نجح لانه ما داش مراكز التكوين، لاعب نجح لانه التحق بالانديه ديال الجامعات الامريكيه من ديتو راسو، يعني قام بالرحله مباشره وبحث على المكانه ديالو وتسلق الدرجات الى ان اصبح لاعب عصامي يعني ملي هو نجح في هذاك الدوري ولاو تيقولوا الناس في اوروبا ما بالوك بالناس اللي دازوا من مراكز التكوين وشاركوا في يعني دازوا في الاستركتور فيدرال يعني غيكونوا ينجحوا اكثر. نعم. انطلقت المقابلة بالفعل، انطلقت المباراة، مباراة يعني هي مباراة استعراضية لكنها مباراة أكيد ستحمل أشياء جميلة في مباراة الخماسي الوطني. تكون مصطفى الخلفي، حكيم زويتار، الغاليمي، زكريا المصباحي، ويونس إدريس. أعتقد هذا التشكيل الرسمي ديال المنتخب الوطني تقريبا، وهذا التشكيلة عهدناها في السابق في المسابقات الإفريقية. نعم. والعربية. نعم. وكنظن بأن حتى اللاعبين اللي في بنك الاحتياط قادرين انهم يدخلوا ويقدموا عروض طيبه ان شاء الله. بالفعل هذا كنشوفوا هذا البلوك شوت الجميل ديال اللاعب يونس الادريسي في المحاوله اللي كان قادها اللاعب دوندريج لاعب فريق النهضه البركانيه، وهذه رميه ثلاثيه ضائعه من اللاعب هذا هو اللاعب دوندريج اللاعب بريتون قبل لحظات لاعب الوداد البيضاوي على اين رميه ثلاثيه ضائعه من طرف اللاعب مصطفى الغلفي انطلاقا من اللاعب بارفي بيتي اللاعب الدولي في المنتخب الكاميروني تجربه كبيره ولاعب الجمعيه الرياضيه السلاويه يونس ادريسي ينطلق وادانك. اعتقد انها مباراة استعراضية بكل ما تحمل المعنى الكلمة من معنى. غيلاحظ الجمهور بأن الأطوار المقابلة ما غيكونش فيها بناءات مطولة للهجوم، غيكونوا هجومات سريعة وما غياخذوش بزاف الوقت لأن أصلا سكون شيرش من هذا النوع من المقابلات هو الفرجة والاستعراض، وكل لاعب تحاول يقوم بالحركات. نعم. اللي تقدر تثير تابعنا اللم الهجومي القوي للاعب رضا الغانمي اللاعب فعلا اللاعب اللي كيبصم على موسم جيد رفقة فريق نهضة بركان، اعتقد ظاهرة الموسم بامتياز فريق النهضة البركانية خلال هذا الموسم بقيادة المدرب سعيد البوزيدي. اعتقد نهاية كأس العرش الان وموجود بقوة في محطة نصف نهاية البطولة الوطنية، وبالتالي أعتقد أن رياح الشرق تأتينا دائما بالجديد في السنوات الأخيرة في مجموعة من الرياضات ليس فقط كرة السلة. فشباب الربيع الهسيمي، نهضة بركان، مولودية وجدة اللي لعبت هذا العام البلاي أوف ديال الصعود وغتلعب مباراة السد بالفعل في كرة القدم، يعني فرق كثيرة. أعتقد أن الرياح تهب نسائم يعني العوده للواجهه عبر محطات يعني الرياضه عبر يعني منطقه الشرق المنطقه العزيزه بالمدن ديالها الموجوده. بالفعل كاين اهتمام كبير بالرياضه في المناطق الشرقيه، كاين منشآت جديده، كاين ملاعب، كاين قاعات كتبنى. كل هذه السياسه عطات ان الانديه ديال هذه المناطق اللي كانت معزوله شيئا ما ولات كتظهر على الساحة بداية من مدينة الحسيمة إلى الناظور وجدة بركان كلها مناطق ذاخرة
كذلك هذه لقطة جميلة جميلة جدا محاولة الاليوب بين اللاعب بارفي بيتي واللاعب بريتون لاعب فريق الوداد البيضاوي. محاولة ضائعة انطلاقة للاعب الخلفي، كرة عند اللاعب زويتا وعند اللاعب يونس الإدريسي، وحركة كرة ضائعة تبقى حيازة لفائدة الفريق الأحمر. يعني معروف أن مباراة الأول ستار جيم فاللي المهد ديالها وما اللي هو مهد كرة السلة عموما هو الولايات المتحدة الأمريكية. كانت أول مباراة أول ستار جيم مصطفى كانت في 2 مارس 1951 في بوسطن، يعني في يعني قاعة الألعاب في بوسطن. كانت أول دورة تلعبات يعني، وبالتالي فراكمت يعني الولايات المتحدة اللي هي مهد كرة السلة العالمية بشكل أساسي. فانطلقات وكان عندهم أرقام، عندهم سجلات ويعني إحصائيات وأرقام اللي هي كتعطي لهذا الحدث الاول ستار جيم قيمه كبيره بين الكونفرنس ايست والويست. يعني كان على كل حال هذا التاريخ ديال المباراه ديال الاول ستار في الدوري الامريكي هو تاريخ يعني مهم جدا في الرزنامه ديال الاتحاد الامريكي كره السله الامريكيه المحترفه. بالفعل اعتقد يعني المباراه يعني مجرد يعني الانتماء للفريق ديال الاول ستار جيم فهو كيعطي قيمه، لانه كيعطي واحد اللقب للاعب اللي هو لاعب اول ستار. يعني ديجا يعني في حد ذاته هو يعني تتويج، والاختيار ديال اللاعب تيتم على طريق لي ستاتيستيك ديالهم خلال البطوله، والمدرب كذلك يتم اختياره عن طريق النتائج اللي تحققها في البطوله. يعني كل المشاركين في ديك المباراه ديال الاستار كيكونوا وصلوا لهذيك المباراه عن طريق لي ستاتيستيك ديالهم وعن طريق المسائل اللي حققوها طيله المباريات ديالهم. بالفعل هو ارقام يعني ناخذها بعين الاعتبار، يعني الارقام القياسيه على مستوى المشاركات في هذا الدوري. فاللاعب كريم عبد الجبار ب 19 مشاركه، شاكيل اونيل وغيره معلقين. هذه ارقام كنعطيوها، نتمنى انه ان شاء الله بعد 10 سنوات ربما تكون عندنا ارقام ديال اللاعبين الاكثر تمثيليه، اللاعبين المغاربه اللي اكثر تمثيليه في الاول ستار ديال المغرب. مباراه النجوم نقولوا انا او مباراه النجوم المغاربه، وقناه رياضيه غتساهم في هذا الشيء، لان هذه المباراه بحد ذاتها توثيق الاول اول ستار جيم و البيانات وكاع المعلومات اللي غادي تارخ هذه المباراه غتساعد توثيق تاريخ ديال الاول ستار جيم في المغرب ان شاء الله. بالفعل هذا ما نتمنى. اذا هناك وقت مستقطع في هذه المباراه، الاكيد انه مش الاساس هو النتيجه ماشي الاساس، ولكن الاستعراض على اي نتوقف لحظات ثم نعود بعد لحظات. على اين انت الوقت المستقطع، عوده للمشاركه، دخول اللاعب تيرنس وينترز اللي هو لاعب لهذه السنه يعني عاد البطوله الوطنيه، ولكن ربما كانت اشكالات اداريه ما خلاتوش يشارك رفقة فريق الجمعيه السنويه في المحطه الاخيره من البطوله، على اعتبار انه كان يعني عنده عقد في بدايه الموسم رفقة فريق شباب الريف الحزيمة. على اي المباراه متواصله، دي محاوله برميه لكن ضائعه ولم لفائده لاعب زويتا، والهجمه المرتده الفاست بريك عند اللاعب المطالبي ضائعه، وتيرنس وينترز محاوله اليوم مع اللاعب بلال عبيد ضائعه، وهنا الدانك للاعب بلال عبيد لاعب فريق الجمعيه الرياضيه السلوية. موسم مصطفى موسم رياضي هذه السنة على مستوى كرة السلة الوطنية، نقدروا نقولوا نوعا ما باهت ماشي في المستويات العالية ديال يعني الخط التصاعدي اللي مشينا فيه في تقريبا في الخمس سنوات السابقة بين 2006 تقريبا حتى 2011. السنة الماضية يعني بدينا ربما وقفنا واحد اللحظة ديال الوقوف، وهذه السنة ربما كاين نوعا ما نزول، ماشي نزول كلي، ولكن نتمنى أنه الأمور يتم تداركها على مستوى كل الأندية الوطنية على مستوى
المستوى الجميع. كان شيء متوقع وبزاف ديال المتتبعين ديال كره السله كانوا كيتوقعوا بان الدوري المغربي يفقد شويه الفريق ديالو، لا سيما ان ما بقيناش كننتجوا لاعبين ديال البطوله الوطنيه واللاعبين ديال الفريق الوطني وصلوا لواحد السن رغم انهم مازال في اوج العطاء ديالهم، الا ان الخلف ماشي منعدم ولكن قليل. الشيء الايجابي هو ان المجموعه ديال الناس المهتمه لاحظت هذا الشيء وخذته بعين الاعتبار، ومنهم مسيرين الانديه ومسيرين في الجامعه وعرفوا بان الا بغينا نصوفيو الباسكت المغربي باش ما يوصلش المستوى ادنى، نهتموا بالشبان ونهتموا بالتكوين، وبزاف الانديه بدات تاخذ خطوات في هذا الاتجاه، انديه في مختلف مناطق المملكه، وكنتمنى حظ سعيد لكل الانديه واننا نتغلبوا على هذا الاشكال فعلا، لاننا نحبوا هذه الرياضه ونبغيوها تكون في مستوى عالي. المستويات العاليه الاكيد انها تمر عبر مراحل التكوين، التكوين هو الاساس، الاهتمام بالفئات الصغرى، يعني قضينا اوقات كثيره وحنا كنهتموا فقط بالفرق الاولى، حان الوقت انه تعطى اهتمام. اعتقد الاهتمام بالفرق الاولى ما كيحتاج الفرق يعني الفئات الصغرى ما كيحتاج ميزانيات كبيره، ولكن كيستوجب مؤطرين في المستوى العالي، يعني المدربين المميزين يكونوا في هذه الفئات، وبالتالي نعطيو للفئات الصغرى، لانه هذا هو الخلف اللي على ضوءه ربما السنوات المقبله غتكون واجهه كره السله الوطنيه. حاليا في هذه المباراه ديال الاول ستار المغربي كنلاحظوا بان اصغر اللاعبين هما اللاعبين اللي دازوا في المركز الوطني لكرة السلة، حاليا تيتواجدوا ثلاثة في الملعب كانوا في المركز، رضا حراس وكوردو سفيان ونجاح عبد الرحيم، وعلى بنك الاحتياط كان اللاعب زويتا عبد الحكيم حتى هو مر من نفس المركز. يعني هذا البادره ديال المراكز تكون خصها تعم جميع المناطق المغرب، وما يبقاش عندنا مركز واحد في المملكه، لان خصنا نوسعوا دائرة التكوين في المملكة المغربية إن شاء الله. بالفعل، وهذا يعني هذه رسالة موجهة لكل الفرق الوطنية. أنا تحدثت على مركز التكوين التابع للجامعة الملكية المغربية كرة السلة، هذا مركز يعني خص يكون تتويج للعمل ديال مراكز التكوين الموجودة في جميع، أنه يعني أنت الآن كإطار كمشرف على التكوين في المركز الوطني يكون عندك فرصة أنك تنتقي الأحسن والأجود كل المراكز، حتى انه على ضوءه ربما نعطيو يعني نخبه في فئات يعني الاقل من 17 الاقل من يعني الفئات الصغرى الفتيان والشباب، لانه على ضوءه يمكننا نعطيو لاعبين الفرق الوطنيه مستويات عاليه. على اي هذه رساله تحدثنا عليها في اكثر من مناسبه، رفقة محلقة طريدي حسن العلوي، رفقة كل المؤطرين كل التقنيين اللي مروا معنا في الحديث على مباراة كرة السلة الوطنية، وبالتالي اعتقد الحديث هو كاين الاذان الصاغية، نتمنى ان تكون يعني التقطت الافكار والمؤشرات حتى ما نعيشوش مراحل ديال تراجع اكثر مما كان عليه الامر خلال هذا الموسم المستقبل. بطبيعة الحال أخ قشيري، هذه الرسالة كنظن أنها وصلت منذ مدة، ولكن ضرورة أن كل نادي وكل مسؤول غياخذ وقته باش يعني، لأن السياسة تتاخذ بعض الوقت. نرجعوا بالنسبة للمقابلة استعراضية بكل المقاييس، ولكن من المحبذ أنها تكون فيها ندية. نعم باش ما يكونش استعراض اكثر من اللازم. انا كنت كنتوقع هاد الظاهرة انها تظهر في بداية المباراة، ولكن انتم غتلاحظوا من بعد الشوط الثاني والثالث والرابع غتزداد الحدة، لان كل فريق رغم انها مقابلة استعراضية غيحاول ينتصر وغيحاول يحقق انتصار في هذه المباراه. طيب، كره عند اللاعب كريم مسبه محمد لاليوب، كره عند اللاعب سفيان كوردو، حركيه جميله يتمكن من تسجيل رغم رقبتها اللاعب ابراهيم جاي. هناك مره اخرى وقت مستقطع اللي طلبه اعتقد المدرب السربي زيلكو زيزيفيتش لأجل توجيه لاعبيه مرة أخرى في هذه المباراة، يعني اللاعبين
اعتقد ان ناخذ ايضا نحن ايضا ناخذ وقت مستقطع للحظات ثم نعود بعد نهايه هذا الوقت المستقطع. جانب من الجمهور تابعناه على الصورة قبل لحظات، والآن عودة اللاعبين. ترانس ويترز يقود هجمة اللاعبين الأجانب المتمرسين في البطولة الوطنية، وعند اللاعب رادوزيفيتش والعليوب واللاعب إبراهيم أجي. إبراهيم أجي مصطفى لاعب اللي يقدر يدير كل شيء، يلعب مستوى احيانا يعطي احسن ما يمكن يتعطى، وفي لحظه من اللحظات يمكن يقود المباراه الى ان اضعه بين قوسين الى الهاويه، لانه ربما مزاجي بشكل كبير. امكانياته مزيانه بدنيا وتقنيا، غير عنده شيء من العشوائيه في اللعب ديالو وفي الاختيارات ديالو. اللي لاحظت هو ان الفريق الستار ديال اللاعبين الاجانب كنظن انهم ديجا تدربوا مجموعين وكيحاولوا يطبقوا بناءات واحد الموفمون كوليكتيف اللي كيلقاو به حلول. بالفعل اعتقد اللاعبين المغاربه كيعتمدوا على الثنائيات وعلى دي كومبينيزون ما بين جوج ديال اللاعبين حتى لثلاثه، والنتيجه لحد الان هي نتيجه متعادله ب 24 نقطه لكل فريق. نتيجه الان متعادله كره للاعب مروان المطلبي لاعب فريق بلازا. فريق بلازا مصطفى اللي انبعت في البلاي اوف وفي اخر مرحله من اخر ثانيه اللاعب مروان المطالبي يسجل هذا الثلاثيه لفائده الفريق اللاعبين المغاربه. قلت فريق سبور بلازا اللي انبعت في اخر مرحله من البلاي اوف، يعني بدا البلاي اوف منهزم في مباراتيه على الارض امام جمعيه سلا وامام المغرب الفاسي. مباراة الثالثة اللي ربما كانت هي مباراة ختامية لتوديع المنافسة، كيمشي لبلدية فاس وكينتزع فوز مهم ومهم جدا غاية في الأهمية، وهي اللي عطاته يعني بطاقة الصعود، خاصة بعد الفوز ديال فريق الجمعية السلاوي على فريق المغرب الفاسي، وبالتالي فريق سبور بلازا كيحجز مقعده ضمن المربع الختامي للبطولة. كيفاش تقرا هذا الحدث مصطفى؟ هو ملي تكون المجموعات متكونين من ثلاثه الفرق دائما كتكون الخطوره قائمه على الفرق بثلاثه، غير هو في الحاله ديال المجموعه اللي فيها الجمعيه السلاويه اللي هي بطبيعه الحال كتبقى دائما مرشحه للمرور للدور نصف النهائي، تتبقى لا بريسيون عند الفريقين بجوج. كانت حدود متساويه ما بين المغرب الفاسي وسبور بلازا. الهزيمه ديال فاس العقر دارها جات مفاجئة، ولكن على ما وصلت للأصداء لأن فريق سبور بلازا قام بمباراة كبيرة وقلب النتيجة لصالحه عدة مرات، لأنه كان منهزم وتعادل وانتصر وعاود رجع انهزم ورجع في المقابلة، وهذا يعني يتوج العمل اللي تيقوم به الرئيس ديال الفريق والمكتب ديالو واللاعبين اللي حتى هما يستاهلوا. فعليا مجموعه جيده، مصطفى الخلفي، مروان المطالبي، لاعبين تستاهل انها توصل للنصف النهائي ديال البطوله المغرب. بالفعل اين سبور بلازا هذا الفريق الحديث اللي يعني تدريجيا اصبح يعني يشكل احد الدعامات ديال البطوله الوطنيه، يعني تحت على مستوى الاسم ديالو. ربما في لحظه من اللحظات كان اسم نوعا ما غريب، لكن دخل بشكل قوي للمنظومه ديال كره السله الوطنيه. نتمنى له الاستمراريه لانه نموذج اخر للفرق الوطنيه، نموذج المقاوله الى ان صح التعبير. فهذه يعني مقاوله خاصه اللي ربما اعطتنا منتوج تساهم في دعم كره السله الوطنيه، وهذا امر يعني ايضا يشجع كما تحدثنا عن تشجيع هذا للمبادره ديال الاوستار جيم، ايضا للمبادرات الخاصه اللي كتدفع بالفعل، لان كره السله حتى في المستوى الصعيد العالمي فهي شركات ومؤسسات، ما يمكنش نعتمدوا على الفرق العتيقه والفرق الرائده في المغرب اللي هي اللي تجر القاطره ديال جميع الرياضات. بالفعل كاين فرق كبيره في المغرب وقديمه، ولكن ما يمكنش ليها تكون قاطره في جميع الرياضات، كره القدم، في العاب القوى، كره اليد، كره السله. إلا خدينا المثال غير فريق الصاد المغربي من أعرق الأندية، فريق ديال كرة السلة ديالو في القسم الوطني الثالث. نعم.
تشجيع هذا النوع من المبادرات وهذا النوعية من الفروق اللي تتنبثق من مؤسسات ومن مبادرات شخصية الأشخاص عندهم الوسائل باش يعاونوا الرياضة شيء مزيان. وإلا شفتوا من النموذج الإسباني أن الفريق تيكون اسمه برشلونة واللي كيتحتضن بواحد المؤسسه كيتغير الاسم ديالو كيولي الاسم ديال المحتضن عاد الاسم ديال البرشلونه بالفعل وتنبثق على الفرق كامله وكنظن انها بادره تشجع وعلاش لا يولي عدد كبير من هذه النوعيه من الانديه على المستوى الوطني بالفعل بطبيعه الحال وهذا هو المطلوب على هذه افكار يعني نطرحوها يعني في سياق الحديث لان ما يمكنش نحدثوا فقط على المباراه لان مباراه الاستعراض وبالتالي الاستعراض موجود ويعني كنشوفوه على شاشات التلفزه كتبقى الارقام كتبقى معطيات كتبقى افكار اللي تطرح للتداول على ربما تكون على طاوله نقاش المسؤولين القائمين على شؤون كره السله الوطنيه لا سواء في الانديه في العصب او حتى على المستوى الجامعي. هذه محاوله بسله لفائده اللاعب يونس الادريسي اللي لعب في الانسي اي اللي هو ايضا قريب عنده يعني افكار كبيره على المحطه ديال الاول ستار جيم. وبالتالي جميع اللاعبين بطبيعه الحال انه الان يعني كل شيء موجود يعني المتابعه عبر القنوات عبر الانترنت يعني الكل يتعرف على هذه المرحله وبالتالي كل اللاعبين كيعيشوا مرحله جديده مرحله مهمه بهذه مباراه النجوم اللي كنشوفوها اليوم هنا في قاعه ابن ياسين. اللاعب يونس الادريسي مر بتجربه الديار الأمريكية في الجامعات تجربة غنية جدا وممكن نقول للجمهور المغربي أنه إدريسي كانت عنده كل المواصفات باش يمشي حتى للدوري الأمريكي الاحترافي أو اللي يلعب في أحسن البطولات الأوروبية. ما عرفناش المسار ديالو كيفاش نحارف شي شوية ولكن الشيء اللي قدمه على مدى هذه الخمس سنوات الأخيرة كيبين أنه لاعب كبير حتى داخل البطولة المغربية فهو ما تعتبرش لاعب عادي بأنه تعتبر مصاف اللاعبين المحترفين واحترف في أندية خليجية وأندية أوروبية عديدة وضروري البطولة المغربية تواجد مثل هذ اللاعبين لأنهم خطيرة للشباب ومثال تحتدوا به. وكما قال يعني فيصل غنام اللي هو منظم هذه البطوله ف يعني لا سواء يونس الادريسي ولا حتى اللاعب رضا الغلامي كانوا استفدوا من الدعم ديال طارق عبد الواحد اللي كان دعمهم في المسار ديالهم في على المستوى الدوري الجامعي الان سي اي الامريكي وبالتالي هذا اكيد خصني نتوجه يعني طارق عبد الواحد قبل ما خضم الاستعدادات لهذه المباراه جا المركز الوطني وزار الجامعة الملكية واستقبلناه وتحدث كثير مع الشبان اللي متواجدين الآن في المركز الوطني اللي عدد ديالهم 18 وتنتميوا لفئة الشبان والأمل وحثهم على المواظبة في التدريب وعلى الدراسة وعطيته معلومات على كل لاعب وفرح كثير بأنه عرف ان كاينين لاعبين داخل المركز الوطني حصلوا على شهادات البكالوريا وتتبعوا الدراسه ديالهم الجامعيه وتمارسوا الرياضه وقال لي بانه غيبقى في المغرب مده ديال 15 يوم وغادي يخصص الوقت ديالو باش يجي للمركز ويحضر معاهم تدريب ويشجعهم. وشكرته كثير لان بالنسبه للشبان اللي يشوفوا نجم بهذه القيمه هذه تيزورهم يمكن هذا حافز كبير لهم استمرار في العمل وباش يديروا مكانتهم في هذه الرياضه الجميله. وهي رياضه جميله بالفعل رياضه جميله يعني قريبه من 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 اللاعبين قريبه من 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 الجمهور يعني فيها الاستعراض يعني اي مباراه ايا كانت كما كانت ربما الا وكيكون فيها الاستعراض الا وكيكون فيها فرجه جميله وهي رياضه الجامعيين السبور ديزونيفرسيتير وبالتالي ارتباط عندها ارتباط وثيق بين يعني مع التعليم وانه يكون اللاعب يكون عنده مسار تعليمي مهم بالتالي امور جيده مصطفى. كره السله رياضه ما لا تعترف بكلمة ملل أن أي واحد ولو أنه يتابع مباراة ديال الفتيان ما يمكنش له غادرها إلا وتنتهي
ان رغم في كافه المستويات وفي كافه الفئات صغرى ولا اناث ولا كبار ما يمكنش متفرج يبدا مقابله كره السله ويخرج من القاعه قبل ما تنتهي لانها رياضه كتبقى مستاثره بالاهتمام ديال المتفرج مع الاستاذ ماشي علاقه بالنتيجه هي علاقه بمكوناتها تقنياتها فريده من نوعها والتعليم ديال هذه التقنيات تتطلب وقت وماشي ممكن اي لاعب يلعب في الزنقه كره القدم ولكن كره السله الا ما كانش تكوين الا ما كانش تعليم تنسميه انا تعليم كره السله ما يمكنش يتمارس ما يمكنش تمارس على اي فريق ربما منظومه ستريت باسكيت ربما اللي كانت في الولايات المتحده وعطات ربما النتائج ديالها ربما حتى على المستوى اقامه دوري للفرق ديال الاحياء ربما ولكن كما كان الحال على اي كنصحوا الجميع اللي رائعه اليوم بين الخلفي مصطفى الخلفي ولاعب زويته محاوله الرد من جانب اللاعبين الاجانب المرسين في الدوري المغربي وهذه سلم وسط اللاعب بابيس لاعب فريق نهضة بركان لاعب سابق لفريق اتحاد طنجة نتمنوا له العودة السريعة إلى واجهة كرة السلة الوطنية في القسم الأول خلال يعني أقرب فرصة على ذكر ستريت بول أخ قشيري جمعيات كثيرة عبر العالم تقوم بمساعي حثيثة باش تكون هذه الرياضة من الرياضات الأولمبية وتخلق لها بطولات وتكون في الرزنامة ديال كل جامعة مثل رياضة كرة القدم المصغرة في الجامعات ديال كرة القدم تكون رياضة ديال ستريت بول في الجامعات ديال كرة السلة وكنظن بأن القانون ديال هذه الرياضة خرج أصلا وخرج مكتوب من الجامعة الدولية لكرة السلة وإلى انطلق هذا البرنامج ولا هذا المشروع غيكون دفعة لكرة السلة في جميع مناطق العالم وإلى اليوم تتحت المرتبة الثانية في الجماهيرية ممكن تضاهي كرة القدم في وقت من الأوقات ربما ولكن كتبقى دائما كرة القدم الكرة الرياضة الأكثر شعبية عبر العالم لكن كرة السلة لا شعبيتها لا جمهورها حتى الجمهور يعني جمهور كرة السلة فهو جمهور أحيانا ربما في التحركات ديالنا في جميع القاعات الوطنية فهناك وجوه يعني تكاد تتكرر باستمرار يعني الجمهور العاشق لكرة السلة كيحضر في جميع المباريات باستمرار ولكن يعني مثل الحضور اليوم أنا يعني سعيت كثير بحضور مجموعة من لاعب من يعني الأطفال الصغار يعني هذا الحضور ديال الاطفال الصغار اعتقد انه مباراه فيها الاستعراض فيها لو شو فيها يعني الحركات جميله وحنا كنتبعوا هذه المحاوله اليوم الطائعه فيعني هذا الحضور في مثل هذه المباريات ربما كاين بعض الاطفال اللي غادي يطلبوا من الاباء ديالهم انهم يمارسوا كره السله يعني في القريب على ذكر الاطفال راه كاين الناس اقتنوا التذاكر ديالهم من مدينه طنجه من مدينه فاس من الدار البيضاء يعني الجماهير اللي حاضره حاليا ماشي غير الجماهير ديال مدينه الرباط كنظن بان على ذكر النتيجه حاليا نقطتين كان تفوق طفيف المنتخب ديال اللاعبين الاجانب حاليا المنتخب ديال اللاعبين المغاربه كيرجع في النتيجه نعم هو المتقدم ب 51 نقطة مقابل 49 وحنا على بعد منازم اذا منازم على بعد دقيقتين و 34 ثانية من نهاية الربع الثاني كنظن ان الربعين الاولين الاستعراض اللي شفناه في الربع الاول نقص شي شوية والمسائل يعني المعقول غنشوفوه في التروازيام والكاتريام كارتو لان كما قلنا لا زكريا ولا رضا الغنيمي ولا ادريسي راه ما غيبغيوش يخسروا رغم انها مباراه استعراضيه كافه اللاعبين ما غادي يسامحوش في الانتصار وكنظن بانها غيكون ان تروفي ديال ميور جوار في لافان ديال
ديال المباراه. ميور جوور، ميور بوينتور، ميور يعني ديستريبيوتور، يعني احسن موزع في المباراه. هذه امور جميله ربما حتى في فتره ما بين الشوطين تكون يعني لي فينال ديال لي كونكور ديال ربما ديال سلام دانك وديال لي تريبليت الرميات الثلاثيه. محاوله حكيم زويته، رميه ثلاثيه رائعه من عند اللاعب دوندريتش على باربي بيتي. باربي بيتي تيرنس ويترز رائعه، تعود نفس اللاعب مره اخرى يعيد الكره رائعه في المناسبتين معا. نعم، من جهه اخرى اذا لاحظتي الاخ القشيري البطوله الوطنيه طولات. نعم، ودابا حنايا في بداية شهر يونيو، شهر يناير، هاد المباراة جات في وقتها باش اللاعبين اللي غيشاركوا في لي فاز فينال يعني الدومي فينال فينال الشامبيونا يديستريسيو شوية ويلعبوا كرة السلة للمتعة فقط، لأنهم ابتداء من يوم الثلاثاء غادي يرجعوا لخطم المقابلات ديال نصف النهايه. هي والبرنامج فقط البرنامج ديال مباراتي الذهاب فيوم الثلاثاء بقاعه المجمع الرياضي سيدي محمد بن الدار البيضاء. فريق سبور بلازا يستقبل فريق نادر تبركان. مباراه ستقام في الساعه 7 مساء وستبث مباشره على قناه الرياضيه. المباراه الثانيه يوم الخميس بقاعه المجمع الرياضي محمد الخامس من مدينه الدار البيضاء. في اعاده لنهائي السنه الماضيه الوداد البيضاوي يستقبل فريق جمعيه سلام. مباراه قويه، مباراه ادعو من هنا جماهير مدينه الدار البيضاء للحضور بكثافه لملء القاعه اللي يعطيو حراره للفرجه، يعطيو حراره للمباراه ويدعموا العناصر الشابه ديال الفريقين معا، سواء فريق الوداد البيضاوي ولا فريق جمعية سلا حامل اللقب حامل الازدواجية في الموسمين الأخيرين. طبيعة الحال مباريات كتعرف ندية كبيرة عبر المواسم، يمكننا نقولوا من نهار هذا النظام الجديد ديال نهائيات البطولة الوطنية ولا بهذا الشكل، ولات المباريات نصف النهايه والنهايه كيعرفوا ندية كبيره. في السابق كان البطوله كتنتهي على شكل بطوله ديال كره القدم اللي شاسلة في المرتبه الاولى. حاليا نظام اخر، ممكن فرق تتكون مسيره ديالها متعثره شيئا ما تستفيق وسط البطوله تتاهل نصف النهايه ولا البلاي اوف وكتضرب مظهر كبير في النهائيات، تقلب الموازين وتقلب كاع الانتظارات ديال الجمهور. بالفعل اذا كنتابعوا ربما اخر اللحظات، هذه 15 ثانيه فقط على نهايه الربع الثاني، نهايه الشوط الاول من هذه المباراه. تيرنس ويترز كعادته عين على الكره واخرى على العداد، والمحاوله الختاميه الضائعه وكره نيناد رادوزيفيتش رمية ثلاثية من بعيد لكنها ضائعة لينتهي تنتهي المباراة 57 نقطة مقابل 54 لفائدة اللاعبين الأجانب الممارسين في الدوري المغربي. أعتقد سأودعكم للحظات مشاهدي الكرام على أمل اللقاء بكم بعد لحظات في بداية الشو ديال لي فينال ديال لي تير أتروبوا الثلاثيات والإسلام دانك. Sélection marocaine. Khalfi, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مرة أخرى من قاعة بن ياسين ومباراة النجوم، مباراة الأوستار جيم في نسختها الأولى هنا في المغرب في مرحلة بين الشوطين. الآن سيكون المرحلة الختامية ديال يعني مسابقة الرمية الثلاثية، يعني في يعني أول يعني متأهل للمرحلة النهائية ديال الثلاثيات اللاعب مصطفى الخلفي، اللاعب اللي معروف بالرميات الثلاثية ديالو. بالتالي فهذا يعني من بين المسائل اللي كتميز هذه المباراة ديال الأوستار جيم والمراحل ديال يعني ديال لي كونكور ديال لي تروبوان ديال الإسلام دانك ديال طبيعة الحال. هذه المسابقة من أقدم المسابقات اللي تتنظم في هذا النوع من المباريات، كل لاعب عنده مجموعة ديال الكرات اللي كتوصل ل 25 كره، خاصو
اكثر دقيقه واحده يعني خصو يسجل اكبر عدد خصو يدير اكبر عدد من القذافات واكثر اكبر عدد من التسجيلات. نعم الكره الاخيره في كل مجموعه من الكرات يعني الخامسه كتحسب دوبل الجول. يعني سجلت تقريبا اعتقد سله واحده ثلاثيه واحده. هذا اللاعب مصطفى الخلفي لاعب فريق سبور بلازا خريج مدرسه فريق رجاء البيضاوي وسجل قبل لحظه الكره الخامسه يعني في المحطه الثانيه. خلف فريق رجاء البيضاوي ولعب لفريق اتحاد طنجه وقادوا لألقاب مهمه. اللاعب مصطفى الخلفي لاعب كبير. مسابقه تعتمد على لو ريتم وعلى لا كورديناسيون وكتصعب المسابقه كلما قربت النهايه ديالها لان باش يعمل لاعب 25 قذفه خاصو يكون دقيقة واحدة مجهود كبير. اخر الثواني اخر ثانيه اذا الان سيتم احتساب سجل النقاط في انتظار دخول متباري اخر لهذا المحطه محطه الرميات الثلاثيه. مصطفى الخلفي غني تعريف قيمة أداء أخلاق لاعب كبير بمواصفات كبيرة طبيعة الحال. مصطفى الخلفي تنقدروا نقولوا افتح الباب القيصر القامة ماشي ولجو كرة السلة الصعيد القسم الوطني الأول يعني من اللي شاهدوه الجمهور في بداياته. نعم. هو والمرحوم نبيل الصواري ما بقاش الفكره الراسخه انهم كبار القامه هما اللي كيلعبوا كره السله. دور كبير لعبوا مصطفى الخلفي في هذه المساله هذه. دوندريج هذا لاعب فريق نهضه بركان اللاعب الامريكي ايضا من اللاعبين المتخصصين في الرميه. اوه سجل يعني اكيد اعتقد اعتقد ان الارقام مهمه جدا للاعب دوندريج لاعب فريق النهضه البركانيه. اختيار واستقطاب مهم لفريق النهضه البركان لاعبين في هذه القيمه. مصطفى اعتقد لاعبين اللي كيعطيو الاضافه وهذا هو اللي كنا كنديو به منذ سنوات انه الاستقطاب للاعبين الاجانب يكون على مستوى الفاعليه ماشي فقط على اسم على جنسيه البلد اللي كينتمي ليه. بالنسبه للاعب جرين الامريكي كندي قام بموسم جيد مع فريق نهضه بركان. يكفي ان فريق نهضه بركان لعب نهائيات كاس العرش وحاليا متجاود في الاربعه الاواخر كيلعب نصف النهائي. لاعب قدم موسم جيد. اعتقد ان ارقام ديال اللاعب دوندريج هو الارقام مهمه مقارنه مع سجل الارقام اللي سجلها اللاعب مصطفى الخلفي. هذه يعني دوندريج على الصوره يعني رفقه اللاعب مصطفى الخلفي. لو غانيون دو لا فينال دو 3 بوين الى غاني ميدامز وميسيو يعني الفائز هو مصطفى الخلفي. إذن مصطفى الخلفي هو الفائز بمسابقة الرميات الثلاثية. يعني تحية للاعب مصطفى الخلفي خريج مدرسة الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي مصطفى اللي يعني اعتقد السقوط ديالها في هذا الموسم للدرجة الثانية اعتقد كان واحد من المفاجآت الكبيرة ديال البطولة. اعتقد نتمنى انه يعني القائمين على شؤون فريق رجاء البيضاوي انه يعيدوا النظر في منظومة كرة السلة في الفريق لانه الفريق اللي عطى مجموعة ديال الاسماء مجموعة ديال اللاعبين اللي كانوا خرجوا من مدرسة ديال فريق رجاء البيضاوي يشكلوا الدعامة ديال مجموعة الفرق الأخرى. الآن الفريق ما لقاش يعني الوسائل ذات اليد باش انه يقاوم المجريات ديال البطوله الوطنيه وبالتالي فريق الرجاء البيضاوي كنظن انه السنه الفارطه لعب نهائيات كاس العرش. نعم اسماء نقولوا التاريخ ديالو نقولوا سعيد الفتح نقولوا كمال الشاف يعني مجموعه ديال اللاعبين اللي موجودين فريق الرجاء البيضاوي كنظن انه ادى ضريبه عدم الاهتمام ديال المسؤولين ماشي المسؤولين ديال النادي ولكن المسؤولين على الرياضه بمدينه الدار البيضاء. لا يعقل ان هذا الفريق يبقى بدون منشات بدون قاعه. فريق كيعتمد على التكوين ولا يتوفر على منشات ديالو بطبيعه الحال انه غيواجه هذه الصعوبات لانه فإلى ما قدرش يدير التكوين
ما غيقدرش يدير حتى المنافسة مع الفرق الأخرى ماديا يعني. وتنظن أن هذا هو المشكل اللي طاح فيه فريق الرجاء. كنت نولو عودة سريعة للقسم الوطني الأول لأن تما فين كاين المكان ديالو الطبيعي. اذا اعتقد ان طارق عبد الواحد اللي هو عراب هذه البطوله لوبران ديال النسخه الاولى ديال الاوستار جيم سيقوم بالتنقيط ديال اللاعبين اللي غادي يتناوبوا على يعني مسابقه السلام دانك. يعني لقطات يعني الكرات الساحقه عبد الحكيم زويته هو من اول اعتقد اللاعب المغربي اللي عنده يعني جماليه كبيره في تنفيذ هذه الكرات هذه اللقطات اللي هي تعتبر يعني اللي هي سريز ديال لو غاتو باسكيت اعتقد يعني اللقطات ديال عبد الحكيم زويته هو تنظن اكثر اللاعبين اللي كيقوم بهذه الحركه والجمهور كينتظروا في اي مباراه الجمهور كينتظروا واللاعبين ديال جمعيه سلا كيحاولوا في كل مره يوضعوه في هذه الوضعيه ديال انه يقوم بهذه الحركه الجميله. وتنعقل عليه ملي كان صغير كان كل ما انتهت مباراه وما قامش بهذيك الحركه في المباراه ولو اننا نخرجوا منتصرين ولا يقوم مباراه كبيره كيقول ما درتش ان سماتش ولا دو سماتش ما تيكونش عاجبو الحال. اذا اللاعب عبد الحكيم زويته في اول لقطه حركه جميله جدا دوران هوائي تنظن انها حركه صعيبه شويه لانه قام بدوره كامله وتقابل مع لو سيركل وسجل مده كافيه انه يصمت شيء. طارق عبد الواحد عطى يعني رقم اربعه هنا السله الثانيه رقم خمسه العلامه الكامله لهذه الحركه الثانيه. عبد الحكيم زويته خريج مدرسه فريق النادي القنيطري من مدينه القنيطره لاعب فريق الجمعيه السلويه متابع هذه الحالة الأخيرة لم تكلف بالنجاح حكيم زويته يعني أيضا كما قلنا على مصطفى الخلفي لاعب أداء قوة وأخلاق أيضا يعني يونيفرسيتير من الطراز الجيد. عبد الحكيم زويته تنظن أنه رفع لافار عاليا شي شويه لان تنظن بان المحترفين الاجانب ما كانوش تنتظروا بدايه هذه المسابقه ديال سلام دانك بهذا المستوى ما كنظنش كانوا كينتظروا هذه البدايه. اللي غيجي من موراه غيكون عليه بريسيون كبيره تنظن كنظن ان زويته بسهوله غيدوز للنهائي ديال هذه المسابقه ان شاء الله. ما عرفتش شكون اللي غيشارك من الفريق المغربي من غير زويته ولكن تنظن ان الادريسي الحراس حتى هما ممكن يقدموا عروض مزيانه في هذا النوع لكن على مستوى الجماليه على مستوى الابداع في الحركه اعتقد انه يعني لو كنت عضو في لجنه التحكيم لعنت زويته بالعين مغمضه على اي اللاعب دوندريج ايضا يلتحق بسجل المشاركين في محطات السلام دانك. نتابع هذه يعني ثلاث لقطات وسنتابع ايضا تنقيط لطارق عبد الواحد. نتابع الحركه حركه جميله حركة جيدة كذلك نوعية مختلفة ولكن حركة جيدة. الصعوبة ديال هذه الحركة كتقاس مدى قدرة اللاعب انه الارتقاء التحكم في الجسم ديالو والتحكم في الكرة شيء صعيب بزاف ما يمكنش لينا نشوفوا هذه اللقطه الان هذه اللقطه يعني كانت محاوله في وضعيه صعبه انه يوضعها وضعيه صعبه حاول يبدع ولكن رغم ذلك واخا ما توفقش الا ان حركه صعيبه بزاف بالفعل كانت محاوله جميله. سيعيد الكره سيعيدها لاعب دوندريج هذه المحاوله بمساعده لاعب بابيس السنغالي هو سنغالي ممكن نقول انه ابن مدينه طنجه. مرة أخرى يعني غاب التوفيق
لكنها أفكار مهمة مهمة جدا للاعبين مميزين. هذه هي جمالية كرة السلة. هذا هو بالفعل إذن حركة الآن الثالثة كانت ثابتة. اللاعب كورين كنظن أنه عندهم فكرة مسبقة على هذا الكونكور هذا ووجد راسه وجد لأن زويت قام بالحركات اللي تقوم بها خلال المقابلات هذا النوع من الحركة ما يمكنش لي يقوم به مباراة كرة السلة ولكن السيد يعني كنظن أنه ديجا فات شارك في هذه الكونكور بحال هكا على أين كانت المحاولة الثالثة هي غير موفقة على أين سنتعرف حكيم إذن حكيم زويتا و جريل دوندريدج اللاعبين المشاركين في محطة السلام دانك نتعرف عن هوية الفائز بهذا يعني تنظن التعادل لأن كل واحد قام بشيء مختلف كل واحد قدم حركة جميلة أو المغرب كي سي كي با غاني المغرب تعادل على طريقة الملاكمة طارق عبد الواحد هو الذي سيعلن عن الفائز بين الملاكمين وحكيم زويتا يعني يستاهل ماشي هدية لأن زويتا قام بحركات ممكن القيام بهم خلال المقابلة يمكن هذا هو الاختلاف يمكن الطريقة هي اللي ساعدته تفوق على اللاعب الأجنبي بالفعل حكيم زويتا يحتفل خلفيف الإعادة حركة جميلة مشكورين الزملاء اللي في الوحدة المتنقلة تابع القناة الرياضية اللي يقوموا معنا بهذا النقل لهذه المباراة المحطة الأولى هذه النسخة الأولى اللي غتبقى في السجلات ربما ديال كرة السلة الوطنية كأول محطة من محطات الأول ستار جيم مباراة النجوم المغاربة نهائي دوري المستقبل على قناة الرياضية يوسفية برشيد شباب الريف الحسيمي يوم الأحد على الساعة 7 مساء على قناة الرياضية نهائي السيدات للكرة الطائرة على قناة الرياضية الفتح الرياضي في مواجهة الاتحاد الرياضي مباراة تأتيكم الأحد في 4 عصرا على الرياضية TNT Pour savoir comment diminuer les risques de cancer, suivez le cancer.